للحديث عن التظاهرات في العراق واحتجاجات موظفي العقود في ذي قار معنا من الناصرية السيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات. سيد كاظم بداية مرحبا بك. يا ترى ماذا يعني تواصل تظاهرات موظفي العقود في ذي قار؟ إلى أي مدى كان قرار إنهاء خدمات موظفي العقود في شركة أور العامة من قبل وزارة المالية إلى أي مدى كان مؤلما؟ اهلا وسهلا بكم استاذ الكريم وبقناتكم ولمتابعيكم الكرام. بدايه اصحاب العقود كان لهم دور في التظاهرات واضح لانهم امضوا في الخدمه بصفه عقد اكثر من 3 سنوات وبعضهم تجاوز هذه الفتره. كانوا يعملون بالاسطوره ان تثبتهم على الملاك الجاد لانهم تخاجوا وفي كل مره كانوا يعدونهم بانهم سيثبتونهم على الملاك الجاد لكنهم تفاجؤوا ان الحكومه قد انهت خدماتهم، الامر الذي اثار حفيظه بعض اصحاب العقود في باقي المؤسسات وخصوصا شركه نفط الجنوب، ايضا هنالك تظاهرات لاصحاب الاجراء اليوميين، قالوا اذا كانوا اصحاب العقود قد تم انهاء خدماتهم ولديهم عده سنوات في الخدمه، فما هو مصير اصحاب الاجر اليومي؟ الأمور في ذي قار قد يعني قرار إنهاء خدمات موظفي العقود في شركة أور العامة في محافظة ذي قار إلى أي مدى يؤكد أن إعلان الحكومة عن وظائف مرتقبة كان مجرد دعاية؟ طبعا هي وعود كما عهدنا هذه الحكومة وأحزاب السلطة هي وعود كاذبة، القصد منها هو تشويه و تهويل المظاهرات الذي كانت تطالب وبغضب شعبي متزايد، القصد هو اضعاف هذه التظاهرات من خلال الوعود الكاذبه، لكن ابناء ذي قار اليوم قد اصبحوا على وعي تام بان هذه الحكومه لا يرجى منها خيرا، بل هي حكومه محافظه حزبيه جاءت لخدمه بعض الدول وخصوصا دول الجوار. هنالك بعض الدول لا تريد للعراق الخير وخصوصا وتحديدا ايران. لا تقبل بأن العراق ينهض من خلال كفاءاته ومن خلال أبنائه ليصل إلى مكانته التي كان عليها قبل سقوط النظام السابق. طيب سيد كاظم، هذا الإضراب الذي بدأ به موظفو الشركة إلى أي مدى يمثل أو سيمثل ربما ضغطا على السلطات يؤدي بالتالي إلى نتائج أخرى؟ يعني من وجهة نظرك هذا الضغط هل هو يعني فاعل، هل هو إيجابي؟ بالنسبة للضغط الشعبي طبعا الحكومة تعودت من خلال أحزابها بأنها ستقدم الوعود وتدخل عناصرها داخل المظاهرات وتنهي هذه التظاهرات، لكن التظاهرات في هذه المرة وخصوصا أصحاب العقود التي تم انهاء خدماتهم في شركة أور الآن هم مصممين على الاستمرار والمضي بالتظاهرات ضد هذه الحكومة الفاسدة، والكثير منهم أصبحوا يطلقون شعار الشعب يريد إسقاط النظام. الآن جميع طبقات الشعب بما فيهم هذه الطبقة المسروقة المظلومة الذي أمضت سنوات في الخدمة، الكل أجمعوا على أن العراق لا يستقر إلا بإسقاط هذا النظام السياسي الفاسد. هل تتوقع أن هذا الإضراب ربما يتطور أكثر إلى تظاهرات أوسع في ذي قار؟ نعم سيد الكريم، هنالك تظاهرات أوسع ليس فقط ليس أصحاب العقود التي تم إنهاء خدماتهم، بل هنالك تظاهرات أخرى قد اجتمعت معهم في نفس التوقيت، وخصوصا كانت هنالك تظاهرة للجرحى الذين لم يحصلون على حقوقهم بسبب التسويف الحكومي. الان اليوم بالذات هنالك جرحى قد قطعوا الطرق في الناصريه يطالبون بحقوقهم لان الحكومه المحليه قد وضعت اسماء بدل من اسماء الجرحى الحقيقيين لا علاقه لهم بتشرين وليس هم جرحى من خلال التظاهرات، بل انهم لديهم علاقات حزبيه ولديهم يعني نفوذ داخل الدوله فتم اعطاهم حقوق جرحى وهم ليسوا بجرحى تظاهرات، والجرحى الحقيقيين قد ضاعت حقوقهم والان هم يطالبون ايضا لديهم ضغط حكومي متزامن مع اصحاب العقود التي تم انهاء خدماتهم. هنالك طبعا غضب شعبي كبير
من الذقارين على هذه الحكومة التي قتلت وخطفت وغيبت الكثير من أبنائهم المطالبين بحقوقهم المشروعة. لا عواد للتظاهرات وسنستمر، وشيرين ستعود مرة أخرى حتى أبقى هذا النظام الفاسد الذي لا يجب أن يبقى على رأس السلطة، بل يجب إسقاطه. لا يمثل الشعب ولا وليس هنالك من يريد ابقاء هذه الاحزاب الفاسده على شده الحكم. من الناصريه السيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، شكرا جزيلا لك.